موجز لأهم الأخبار الفنية بصحبة زميلتنا لمياء حمدان. لمياء، شكرا لك يا مصطفى. مشاهدينا، برحب بيكم موجز جديد لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. حد الشبوة الصغيرة يا ياسين، بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما تسحى جدعة. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. يا بيه فين اللي بتخل معاه؟ ايه؟ موسم البطل ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني، هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفة تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة اهو، مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ ونبدأ نشرتنا الفنية مع المخرج والفنان عمر زهران اللي قال أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101 ومسلسل سره الباتع، وقال أن الفصل بين شخصيته في المسلسلين كان أمر صعب جدا، خصوصا أنه في مسلسل الكتيبة 101 كان بيعيش الشخصية بشكل كامل لأنه كان بيقوم بدور قائد مصري. الفنان أحمد فهيم اتكلم عن نجاحه في شخصية سيد العمدة أخو الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، وقال إن الدور ده بيعتبره نقلة في مشواره الفني، والحمد لله على نجاح الشخصية ومبسوط برد فعل الجمهور اللي بقى بيناديني باسم سيد في الشارع. الفنانة الشابة دعاء حكم اتكلمت عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وقالت إن جالها ردود أفعال إيجابية عن شخصيتها في العمل واللي بتجسد فيه شخصية صباح أخت جعفر وزوجة ابن خالها نعيم اللي هو الفنان عصام السقا. ودعاء قالت إن اختيارها للمشاركة في المسلسل كان من المخرج محمد سامي، وده بعد مشاركتها في أكتر من عمل درامي خلال السنتين اللي فاتوا. وقالت كمان إن المخرج محمد سامي ما بيسيبش أي تفصيلة خلال التصوير وبيهتم جدا بالممثل وعايز يظهر الكل في أفضل شكل ممكن. المخرج شادي الرملي انتهى من تصوير مسلسل كشف مستعجل في لوكيشن بمنطقة التجمع وفي حضور أبطال العمل وصناعه بالكامل، وشهدت أجواء الفركش حالة من البهجة والاحتفال والتقاط الصور التذكارية لكل واحد ساهم في صناعة العمل الدرامي ده. كمان أحمد صلاح السعداني أعلن انتهاء تصوير مسلسل سره البيدع، وعبر عن سعادته بالمشاركة في العمل ووجه الشكر لصناع المسلسل. وكتب أحمد على حسابه في فيسبوك: شكرا للأستاذ خالد يوسف، حقيقي ممتن جدا على المستوى الفني والإنساني مشاركتك في هذا المشروع الضخم، وشكرا لكل الفنانين والفنيين اللي تشرفت بالعمل معهم، بذلنا أقصى جهد علشان نقدم عمل هادف ومختلف، ونرجو أن نكون عند حسن ظن الكل. كل سنة وحضراتكم طيبين. وفركش سره باتع. الفنان طارق لطفي كشف عن أبرز الصعوبات اللي واجهته في مسلسل مذكرات زوج، وقال: كان على عاتقنا مسؤولية إننا نكون واقعيين، ده غير ساعات التصوير الطويلة في العمل للانتهاء من حلقات المسلسل في الوقت المحدد. الفنانة فريدة سيف النصر قالت إنها كانت قلقانة من دور سكينة في مسلسل عملة نادرة، وبتتمنى النجاح للعمل ككل وليس دورها فقط. وخلصت نشرتنا الفنية، ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا مع مصطفى ومنى. شكرا لك. شكرا لك.